انتصار جديد للمغرب عبر القوة الناعمة الدراما المغربية بنات العساس مدبلج باللهجة السورية. شو لك انيافي؟ مسلسل بنات العساس حديث الناس بالشارع المغربي والمطالبة بإنتاج جزء آخر على غرار باب الحارة، وليش لا؟ ويا أهل المروة. مخرج مسلسل بنات العساس إدريس الروخ نشر على صفحته على الإنستغرام الدراما المغربية باللهجة السورية على قناة الشارقة، يعني بكل فخر أصبحت عربية. وكنت معلقة وحدة مو أكتر، بس مشاندوقة والله. ليش عم تكذي علي؟ شوفي هالطفلة كيف فرتت من البكة، طعميها بسرعة. كيف بدي طعميها وهو فاضي؟ بابا شو عم تعمل؟ مو شغلك، ما بيخصك. وين راحوا المصاري؟ ايه اصلا ما في مصاري، انا تركتهم هون. بتكون مخربش. حرام عليكي، ليش تعملي هيك؟ ليش؟ مريض انت ولا شو؟ شكلك جنيت على الاخر. من وين عم تجيب هذا الكلام؟ ولا مثل العاده مانك بوعيك؟ صدقت توقعاتي بوصول الدراما المغربيه الى العربيه، وتحققت بعض امنياتي بربط المشرق مع المغرب فنيا. ردود أفعال الممثلين السوريين على مسلسل بنات العساس، شو وجهة نظرهم؟ المغرب بتصاعد ومن نجاح إلى نجاح، والحساد كتار، والله يستر. خلونا نبلش معكم، وبلشنا.